الدوري الانجليزي فاضل له جوله واحده يوم الاحد. طبعا المباريات كلها هتلعب في نفس التوقيت، وطبعا احنا كلنا بنبص على مانشستر سيتي وليفربول. مانشستر سيتي عنده استون فيلا وليفربول عنده ولفرهامبتون. مانشستر سيتي طبعا هو متصدر الدوري الانجليزي، لعب 37 مباراه ومعاه 90 نقطه، وليفربول لعب 37 مباراه ومعاه 89 نقطه بفارق نقطه واحده، وفاضل مباراه واحده. مروان، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يوم الاحد؟ احنا لسه طبعا قايلين ان صلاح رجع التمرين وصلاح هيبقى موجود في مباراه ليفربول. ايه اللي هيحصل؟ انا شايف ان احنا هنكلم عبده الليثي يكلم لنا ستيفن يخلص الموضوع مع جيرارد وكوتينيو. يعني اعتقد ان جمهور ليفربول يعني عنده عشم كبير قوي في جيرارد. لا ما يتعشمش جامد، لان جيرارد اصلا خذلهم كلاعب، فيعني ما يتعشموش فيهم كمدرب. هو بالعكس هم حاسين بقى ان هو ايه بتاع الجمهور ليفربول مننا. قول لنا فنيا بقى على الجوله اللي جايه يوم الاحد دي. لا مانشستر سيتي بطل الدوري محسومه، ده رايك؟ بسكور هيكسب استون فيلا بسكور. شايف ان مفيش اي امل ان هو يتعثر قدام استون فيلا ومانشستر سيتي؟ اطلاقا. جوهري مختلف مع مروان؟ لا مختلف طبعا، ما دام في امل بتلعب لغايه اخر سنه. يعني شايف ان ممكن تحصل مفاجاه؟ في حاجه مش بايدك الامل، بس هو دي نقطه. لا هو ماشي، في افضليه. الافضليه لمين؟ مانشستر سيتي، خلينا نبقى متفقين. لكن طول ما في امل انا بلعب لاخر دقيقه، دي سياستي طول عمري. هو حد كان يقول ان برشلونه، انا وانت بتشجع مدريد اهو، في حد نقول برشلونه تعمل ريمونتادا على بي اس جي وتكسب 6-1؟ ما كانش حد يقول قبل ما يخش ده الموضوع في النهايه. الموضوع في ايدك، انا بكلمك في موضوع انت مستني فريق تاني يعمل لك. ده مش دوري، دي بتبقى يعني مباريات ملحميه برده. أيوة. أيوة. انا بقول لك انت ممكن ورج. طب مانشستر سيتي الدوري اللي هو اول اعتقد كان اول دوري اخده اللي هو مع مانشيني، مع مانشيني لما كانوا بيلعبوا كيو بي ار على ما اعتقد، اللي هو هدف اجويرو برده كان المباراه خلاص في الدقيقه. بس اي ما هو انا مش مختلف معاك. طب هو النهارده محتاج تكسب ومحتاج تعثر من مروان. شايف ان منطقيا ان مانشستر سيتي انا قلت افضليه لمين؟ مانشستر سيتي. الامل موجود، ديفنتلي الامل موجود، لازم يتلعب عليه. يعني ما ينفعش ان يوم حد عاجبكم انتوا الاثنين وهنتكلم بس شيء يعني صلاح يكسب. عايز اقول لك على حاجه، الهداف ماتش ليفربول وتوتنهام انا في رايي ده هو ده اللي فرق. يعني انا كنت بقى تخيل، انا كنت اول لما كنت موجود في كوره بلس كنت في فوتبول تشات كنت بتكلم مع عمر عبد الله، كان فرق كبير جدا. قلت له لا في امل ان ليفربول ياخد الدوري. اعتقد ان جوهري الوحيد كان فرق 13 نقطه وكان كله قال الدوري اتحسم. اعتقد جوهري انا فاكر اتفرجت عليه فعلا وقال هو لا الدوري لسه في الملعب. بالنسبه لي انا دي سياستي طول عمري، حتى لو انا بلعب كوره مع يعني خلاص انت عندك امل في الواحد في الميدان عليه. بس السؤال الاهم بقى، هل نتيجه يوم الاحد دي ليها اي تاثير على المباراه النهائيه؟ ليفربول احنا بنقول ان المنطقي او يعني اللي عنده الافضليه هو مانشستر سيتي ان هو يحقق الدوري. هل يعني خساره الدوري في حاله ده بالنسبه لليفربول ممكن تاثر عليه قدام ريال مدريد يا جون؟ مستحيل هتزوده اصلا موتيفيشن. بتزوده يا ريت يكسب الدوري. اهمل شويه الناس فكر. يعني انا بتكلم على فكره برضو ان الصراحه ضغط للناس حتى اصلا انا وجهاد فاهم. انا جهاد انا ومروان الحته دي اتكلمنا فيها، فكره الليفل بتاع بره والناس بالمنتاليتي. هو مجرد ان البطوله خلصت ماتش خلص هو بيجدد الدوافع بتاعته بالليل. والله بالليل قبل ما ينام. قبل ما ينام انا خلاص انا هفكر في ايه. يعني انت بتتكلمي على لو مثلا جيت سالت صلاح ماني قلت لهم تاخد شامبيونز ليج ولا تاخد دوري؟ شامبيونز ليج طبعا. شامبيونز ليج بعد كاس العالم على طول. يعني بالنسبه لاي لعيب سي في بتاعي اديني 100 دوري ولا واحده شامبيونز ليج؟ لا واحده يعني لغايه دلوقتي رونالدو ظاهره الفينومينا في تاريخه ما خدش تشامبيونز ليج. طب اسالك سؤال بدري شويه، ماشي ليفربول هيكسب ريال مدريد ولا ريال مدريد هيكسب؟ يبقى الاحراج بقى لا انا بصي انا عندي حاجه. انا من ساعه ما ابتديت ميديا ولما كنت انا ابتديت ميديا 2017 دايما اتسال السؤال ده في الكره الاوروبيه، بقول ريال مدريد داخل تشامبيونز ليج قصاد اي حد يكسب الافضليه عند ريال مدريد.